أول مهرجان دولي للوشم يقام في مدينة سوتشي الروسية جذب اهتمام عدد كبير من عشاق الحبر سواء رسامي الوشم المحترفين أو المبتدئين لاستعراض مهاراتهم. وقال منظم المهرجان إن 40 من رسامي الوشم من نحو 20 مدينة روسية شاركوا في المهرجان على أمل الارتقاء بمستوى أعمالهم كرسامين للوشم وتبادل الخبرات مع غيرهم من الرسامين. وأشار المشاركون إلى أهمية إقامة مهرجانات الوشم بشكل منتظم لأنها تسمح للرسامين بالتواصل واكتساب الخبرات وتطوير مهاراتهم، وقالوا إن مهرجان سوتشي يحتاج للدعم والتطوير. وتنوعت أشكال الوشم وأحجامها وألوانها، واستخدم الرسامون عددا من الأدوات والخامات لرسم الوشم على أجسام العارضين الذين قضوا اليوم بجوار حمام سباحة لعرض الرسوم في أجواء احتفالية. وعبرت إحدى العارضات عن سعادتها لمشاركتها في المهرجان. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في مهرجان كهذا، كل شيء هنا رائع ومرح، الكثير من الانفعالات والانطباعات، أيضا أنا عارضة وشم هنا. وقامت لجنة تحكيم بتقييم عدد كبير من رسومات الوشم لاختيار الرسم الأفضل في أول دورة للمهرجان. محمد مجدي، رويترز.